شح. سيمي فاينل مسألة ثانية. مسألة خروج مباشر. كرة تلعب الآن في مناطق المنتخب المالي. غانا في الهجوم. محاولة غنية. تلعب كرة عرضية من كينجس. لا راسية بالشبكة 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 بالشبكة. راسية تجيب جول. كوابينا. كرة ارتقى لها كوابينا يضعها في المرمى. الفريق الغاني سجل. منتخب غانا كان بعيد عن مرمى مالي، كان بعيد عن التسجيل، ولكن لما وصل سجل، لما وصل لمنطقة مالي بضربة راسية سجل. غانا واحد مالي لا شيء. تغيرت النتيجة وتغيرت اللعبة وتغيرت الحسابات. غانا بهذا الهدف في السيمي فاينل. الفريق الغاني سجل. كرة اسكنها اللاعب اوسو. كوابينا داخل شباك الفريق المالي. شوفوا لعادة مرة أخرى نفس سيناريو مباراة الكاميرون مالي. مالي منتخبها يلعب ويقبل هدف، واليوم يلعب ويقبل هدف. كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف. شوفوا لعادة على مستوى القائم الثاني. ورأسية رأسية تجيب هدف. رأسية تعلن عن سبقية لمنتخب غانا. المنتخب الغاني سجل هدف مهم جدا للغانيين. منتخب الغاني